بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وتكلمنا عن القيام وعن القعود وعن الاضطجاع وعن النوم، والمراد أن نكون مداومين على قيامنا بكل أمر لله. ولا تعتقد أنك تعامل خلق الله، إنما تعامل الله الذي شرع لك ليضمن لك ويضمن منك. فأنت إن طلبت بالأمانة فقد طولب كل الناس بالأمانة، وأنت حين ينهاك الله عن الخيانة نهي الناس جميعا عن الخيانة لك. إذن فلو نظرت إلى تكليفات الله لوجدتها لصالحك أنت. فلا يظنن ظان أن الدين إنما جاء ليقف أمام النفس. نقول له: إن وقف أمام النفس في خاطرة واحدة فقد أوقف خواطر الناس جميعا أمام نفسك. قال لك: لا تمد يدك وأنت واحد إلى جيب أخيك لتسرقه، ولكنه قال للناس جميعا: لا تمدوا أيديكم إلى جيب فلان لتسرقوه. فانظر حين شرع الله عليك ما شرع لك. ولذلك يجب أن يكون كل قيامك لله سبحانه لا للعباد. ولذلك يترك الحق سبحانه وتعالى في بعض خلقه أشياء وأحداث تفهم الناس أن الذي يعمل لخلق الله مجحود مكفور لعين، والذي يعمل لله موصول. فتجد أن الناس جميعا يقول: صنعت في فلان جميل ثم صنع في كذا وكذا وكذا وكذا. نقول له: أنت تستحق لأنك صنعت له، ولو صنعت لله لكفاك الله أمره. ولذلك سيكون هذا أمرنا في الآخرة. الذين صنعوا لله يجدون عملهم محضرا، والذين صنعوا لغير الله يجدون من صنعوا لهم في موقف الذلة والخضوع أمام الله. يبقى إذن أن المؤمن يجب أن يربح حركة قيامه، يربحها ويرجحها، بمعنى أن يجعل كل حركة لله. فإن كانت كل حركة لله، الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. والخاسرون هم الذين يعملون للناس، لأن الناس لا يملكون لهم شيئا، وربما تحولت قلوبهم لمن صنع بهم الجميل حتى يكونوا أعداء له. لماذا؟ لأن صاحب الجميل على إنسان إن فعلته له وبعد ذلك أعطاه الله شيئا من الجاه، حين يلقاك وأنت صانع له الجميل نفس تتخاذل. ولذلك هات إنسان كده ويقعد في وسط جماعة ونفش ريشه ومتعنطز، وبعد ذلك يدخل عليه إنسان كان له فضل عليه، ماذا يكون موقفه النفسي؟ موقف النفس ساعة ما يشوف يوم يعمل إيه؟ كش ملك، يسكت، يوم يكره اللي يخليه بهذا الشكل، ويتمنى أن تزول النعمة منه، ويتمنى أن لا يوجد أمامه. وإذا رأه في مكان يحود ما يشوفوش، ليه؟ لأنه هو الذي يجعل نفسه تتضاءل، وهو يريد أن إيه؟ أن يستكبر على الناس. إذن ربنا بيقول: يا ناس اعملوا لمين؟ لمن لا يجحد. واعلموا أني رقيب عليكم، وأني ما فيش أي عمل حيضيع، لأن إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. أتستطيع أن تصنع في إنسان ما يسوء عين عينك كده؟
لا ده انت بتعملها من وراه. طب ايش معنى ربنا بقى ما دام انت فاهم ان ربنا كده ناظر لك كده وشايفك تبقى تعمل دي ليه؟ يبقى اذا حين يريد الحق سبحانه وتعالى منا وقد سخر لنا كل الوجود واعطانا كل مقومات الحياه يقول لك يا عبدي اجعل كل قيامك لله واجعل لا تكن قائما ولكن كن قواما، بمعنى انه ما دامت فيك رائحه العافيه للعمل فاعمل، ولا تعمل على قدر حاجتك ولكن اعمل على قدر طاقتك، لانك لو عملت على قدر حاجتك الذي لا يقدر على العمل كيف يعيش؟ إذن فاعمل على قدر طاقتك لتتسع لما تتطلبه والفائض يكون لغير القادر. حين يقول الحق كونوا قوامين لله يعلمنا ايه؟ بيعلمنا اننا ما نضيعش مجهودنا هباء، ونعمله لمن لا يملك لنا جزاء، ونعمله لمن لا نملك عرفانه بالجميل، لا اعملها لله فانه لا يضيع اجر من احسن عمل. كونوا قوامين لله، حين تكون قواما لله فقد استغللت حركة وجودك لخير خلق الله وذاتك سلمت. طب ومع والباقي من الناس؟ يقول لك لا، ما يكفيش أن تسلم حركتك لله، ولكن يجب أن تمتد حركة قيامك لأن تكون شاهدا بالعدل علشان تعدل من يريد أن ينحرف. أنت حين تقوم لله يبقى كويس منك، إنما الباقي أرغمه على أن يكون قيامه لله. بماذا؟ بأن تكون شاهدا بالقسط والعدل، وحين تكون شاهدا بالقسط والعدل لا يطمع ظالم في ظلم، لأن اللي بيخلي الظالم يستشرف في ظلمه إيه؟ أن يجد من يدلسون على العدالة. لكنه لو وجد من ينير الطريق أمام العدالة لما وجد ظالم، إنما يقول لك ما هو فلان عمل كذا وطلع وبعدين طلعوه براءة، وفلان عمل كذا وطلع. ليه؟ من تدليس الشهادة، ما شهدتش بالعدل. إنما لو أن المجتمع حينما يرى إنسانا ظلم يجدون شهادة بالقسط وشهادة بالعدل لارتدع هو وكان مثالا لارتداع غيره. يبقى شهداء بالايه؟ اولا القيام لله لاصلاح ذاتك، وتشهد بالقسط والعدل لاصلاح مين؟ لاصلاح غيرك. وكلمه القسط دي بقى احنا قلنا زمان عنها انها ايه؟ بتاتي من اشتقاقاتها العدل، ومن اشتقاقاتها منع الجور. ان في الفاظ تستعمل ولها جهة منفكة، يعني قد تستعمل في الأمر وفي نقيضه. ودي ليه؟ من محاسن اللغة، علشان اللي يسمع الكلمة ما ياخدهاش على معنى مضروب كده، بل يشوف السياق يتطلب إيه. السياق يتطلب إيه. كلمة القسط دي، أهي القسط دي معناها العدل، وقسط معناها عدلة، والمضارع بتاعها قسط يقسط، لكن فيه مرة يأتي المصدر قسطا ومرة يأتي المصدر قسوطا. المصدر دي هي اللي يحولها من العدل إلى الجور. يبقى قسط يقسط، نشوف المصدر بتاعها إيه؟ قسط، يبقى عدل يعدل عدلا. طب وقسط يقسط قسوطا، يبقى جار. شوف اللفظ جه للمعنى وإيه وضده، إيه اللي يحكم فيه؟ المصدر، علشان السامع يكون عنده ايه؟ اليقظة واللباقة، اللي يعرف القرائن دي بمعنى العدل ولا بمعنى الجور. وهنا يقولوا أقسط، أقسط بمعنى عدل. نقول له بس خد بالك، هي بمعنى عدل صحيح، هي تؤول إلى العدل، إنما فيه فرق بين عدل يأتي من أول الأمر، ده يبقى قسط. يبقى العدل هو الايه؟ قسط ياتي من اول الامر، وفي حكم ظلم وانت تيجي تزيل الظلم، وانت تيجي تزيل ايه؟ الظلم. يبقى اقسط يعني ازال الايه؟ فكأن جورا كان موجودا وهو ايه؟ وهو ازاله.
انما القسط يبقى عدل ابتدائي، عدل ايه؟ ابتدائي الاول. ولذلك اقرا بقى قول الحق سبحانه وتعالى: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. طب القاسطون كانوا لجهنم حطبا، يبقوا الجائرون ولا العادلون؟ يبقى القاسطون من قسط يقسط قسوطا، مش كده؟ طب يحكم بين الناس بالقسط، يبقى بايه؟ بالعدل. يبقى اذا لباقه السامع هي اللي بتعمل ايه؟ هي اللي بتوجه اللفظ كده واللفظ كده، ويبقى له ايه؟ اريحيه لغويه، بحيث يستطيع ان يفرق بين الايه؟ بين الشيء والمشابه له، والمشابه له في شيء ايه؟ اخر. يبقى قسط واقسط. اقسط يعني ازال القسط بمعنى القسوط بمعنى الجور. اقسط يقول لك ايه؟ ان الله يحب المقسطين. مقسطين دي جمع ايه؟ مقسط. مقسط دي من ايه؟ من قسط ولا من اقسط؟ من اقسط. يبقى اذا اقسط ازال الايه؟ ازال الجور، سموها همزه الايه؟ الازال. وقسط يقسط قسوطا دي جور، وقسط يقسط قسطا دي هي الايه؟ دي العدل. يبقى اذا اللي بيوجه المعنى ايه؟ اللي بيوجه المعنى سياق وسباق الكلمه ومصدرها، ومصدرها القسط بقى بمعنى العدل. والحق سبحانه وقد يراد به المعنى المصدري، والمعنى المصدري ما يختلفش باختلاف موصوفه. معنى المصدري تقول رجل عدل وامرأة عدل، ورجلان عدل وامرأتان عدل، ورجال عدل ونساء. يبقى إذا أردت به المصدر يبقى يستوي معه المفرد والمفردة والمثنى والمثناء وجمع المذكر وجمع المؤنث. اقرأ القرآن بقى: ونضع الموازين القسط. موازين وقال إيه؟ قسط. أدي جمعه: ونضع الموازين الإيه؟ القسط ليوم الإيه؟ القيامة. وبعدين فيه حاجة اسمها إيه؟ قسط، وفي حاجة اسمها قسطاس. خد بالك إن مثلا لما يعملوا مثلا يردة، بنعملها خشب وأنواع الخشب مختلفة، وتقعد بقى بكثرة الاستعمال تتآكل، مش كده؟ وبعدين يقوموا يعملوا حاجة معيار عشان لما نيجي الخشبة جديدة نعملها عليه، يعملوها من المعادن التي لا تتآكل. افرض مثلا إن واحد جاب مثلا حتة حجر وعملها وزن أقة، طيب، وبعدين قعد يوزن به، كل ملامسة يبقى فيها مناقصة. كل شيء تلمسه كده بإيدك، وإن كنت ما تحكش بس لمس كده يبقى فيها إيه؟ مناقصة. إزاي؟ قال لك تشوف أكرة الباب كأنك بتلمسها وبتعملها كل يوم كده، أنت تلاقيها بتلمع دون بقية الله. الله، معنى تلمع يعني إيه؟ يعني من كسرة لمسه، أولاً الوساخة ما بقتش عليها وساخة، ومن كسرة اللمس إيه؟ تنبري وتتلق. الله، اذا كل شيء تستعمله ولو باللمس يتناقص ولا لا؟ يتناقص. ولذلك مثلا تلتفت مثلا تلاقي الحجر الاسود مثلا، هي الناس بتسلم عليه بتبرد ولا بتسلم كده؟ قال لك ما دام بتلمس اهو برضه ياخد منه، بس جزء لا يتجزا، جزء لا ايه؟ فاللي عمل حجر وقع كده وقع وقعدت توزن بيه. في الفلاحين عندنا ما يجيبوش موازين حديد، يبقى الاول حديد وبعدين يجيب حته حجر ويعمل. طيب بتاعه الحجر دي كل ما يوزن بها تعمل ايه؟ بتنزل منها شويه، تبقى مش هتدي العدل قوي. نقوم نرجعها للقسطاس كل ست اشهر كده، نوزنها على الايه؟ على الوقا الحديد. دي اسمه القسطاس. بقى القسطاس هو الذي توزن به الموازين، توزن به الايه؟ الموازين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. بالقسطاس يبقى إذا صنعت شيئا مما يتآكل أو يتناسر باللمس فوجب عليك أن ترده في كل فترة إلى المقياس الإيه؟ الأصيل، حتى لا تظلم ولو بمقدار ما تأخذه اللمسة من الشيئين. شوف بقى الدقة قد إيه القسط. ولذلك لما تيجي تقول ذلكم أقسط عند الله، أقسط يعني إيه؟ أعدل. ذلكم أقسطوا، بس قال عند الله، كأن موازين الله غير موازين مين؟ غير موازين البشر.
موازين البشر يمكن يحصل فيها الاختلال مش كده، ويمكن برضو يعمل لك انه بيوزن ويخنصر الصبع كده او يلف لفه تحت مش عارف الايه او يلزق في الكفه مش عارف مش كده ولا اللي بيحصل يعني مش كده، او يميل كده بصبعه الله. انما دي اقصته عند مين؟ عند الله. ولذلك لم هي جت ايه الايه دي ليه؟ ذلكم اقسط عند الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم حكما وبقواعد البشر كان حكما عادلا، بقواعد البشر من رسول الله كان ايه حكم عادل. قال له صحيح العدل عندك على العين والراس، بس العدل عندني ادق شويه من العدل عندك، لكنه لم يمنع رسوله من ان يكون قد قال بالقسط. بس انت القسط على قد بشريتك والقسط عندي على قد ايه؟ على قد فضل. ليه؟ أم قال لك ما هي القصة هي ان زيد بن حارثة مش كان مولى لرسول الله؟ طيب مولى لرسول الله، وبعدين كان انسرق وانباع واشترته خديجة وبعدين وهبته لرسول الله فصار عبد فكى رسول الله، وبعدين اهل ديريو فجم على مكة وعرفوا ان هو عند النبي فراحوا له يسلمهم ابنهم، فقال والله الواد مرضيش، قال انا عايز افضل مع رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من اختارني انا اقول له روح، خيروا اللي يرضى به. طب وايه قولوا لي اي انسان يخير بين رسول الله وبين غيره؟ اختار مين؟ اختار ابوه. فاختار مين؟ رسول الله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قدر له هذا الموقف الايماني اللي رجحه على مين؟ على اهله. اذن صدق قول الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسه، لا ابويا ولا بتاع، قل ان كان اباؤكم وابناؤكم احب اليكم من الله. الله، يبقى لازم النبي يقدر ولا لا؟ فاراد ان يقدره تقديرا نبويا ولكنه بشري، فعمل ايه؟ قال بدل ما هو زيد بن حارثه واختارني انا اسميه زيد بن مين؟ محمد. ابن محمد. شو التكريم؟ لكن الله يريد ان يلغي مساله التبني خلاص، وما جعل ادعياءكم ابناءكم ابدا، ما فيش واحد يقول ده ابني الا اذا كان ابوه حقيقي، انما ده سيدنا اللي عملها، سيدنا رسول الله اللي عملها، وربنا بده يبطل القضيه دي يقوم يبطلها في مين؟ مش في اي واحد عادي، يبطلها مين؟ في الرسول نفسه. قالوا الرسول يعلنها كده، ادعوهم لابائهم. شو بقى؟ هو اقسط عند الله، لم ينفي القسط عن محمد، بس الاقسط من عند مين؟ من عند الله. طيب بالله زيد يزعل ولا ما يزعلش؟ كان اسمه زيد ايه؟ وبعدين حيرجع تاني زيد ابن مين؟ ابن حارثة. يقوم الله سبحانه وتعالى يكافئه عن هذه الزلزال اللي تحصل لنفسه بأن يجعل اسمه هو الاسم الوحيد في الإسلام الذي يذكر في القرآن ويتعبد بتلاوته. فلما قضى زيد منها وطرا، يا سلام، بقى بعد ما كان زيد ابن مين؟ ابن محمد. لا، ده بقى في القرآن والناس تقراها كده وهي بتصلي، فلما قضى زيد منها. يبقى ده سلوى ولا مش سلوى؟ يبقى إذن أقسط عند الله جاءت في محلها ولا لا؟ ذلكم أقسط عند الإيه؟ عند الله. وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد طلب منا أن يكون قيامنا مبالغا فيه، يعني لا نترك فرصة لأن نقوم بأي عمل ولا نعمل، وأن نبالغ في العمل فنقيمه أيضا، قوامين يعني تقوم بالعمل وتتقن العمل في ذاته كويس، وتعدل المجتمع بأن تكونوا شهداء بالإيه؟ بالقسط، عشان كل واحد يأخذ إيه؟ يأخذ حقه. حين يأخذ كل واحد لا يطمع قوي في أن يظلم ضعيفا، لأن حيلاقي ناس يشهدوا بالإيه؟ يشهدوا بالحق. وإياكم أن تدخلوا الهوى في مقاييس العدل، أن تدخلوا الهوى في مقاييس، وهب أن المسألة تتعلق بعدوكم أو بخصومكم، برضو العدل أهم، العدل
ولا يجرمنكم، يعني لا يدخلنكم في الجرم ان جماعه بتبغضوهم، تبغضوهم شيء ولهم الحق شيء تاني. واحنا قصينا القصه بتاعه الرجل اللي سرق الدرع بتاعه واليهودي، والحب يتهموا اليهودي ويبرئوا السارق وهو مسلم، حبوا يتهموا التهمه في مين؟ في اليهودي، ويبرئوا مين؟ المسلم. ربنا قال له إنا أرسلناك بالحق تحكم بين الناس، بين الناس مش بس المؤمنين يا سيدي، بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما، أي ولا تكن لصالح الخائنين خصما. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا، على ألا تعدلوا، وإلا فسيكون البغض لصالح عدوك. بغضك واتباع هواك لصالح مين؟ لأنك أنت هتعاقب، لأنك أنت يبقى العقوبة بتاعتك دي وكونك تغضب ربك ده لصالح مين؟ لصالحك ولا لصالح خصومك يا سيدي؟ لصالح خصومك. ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم بغض، شنآن أي بغض، شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والعدالة حين تطلب مع الخصم وتدي له عدل، ده تقريع له لمخالفتك، كأنك بتقرعه لأن خلفك، قول يا سلام عدوته ليه ما منعتوش أن يقول الحق، يبقى ده انسان سوي ولا مش سوي؟ الدين بتاعه هو اللي امره بكده، ده نعمة الدين اللي يقول كده. يبقى اذا ساعة تقول العدل لخصمك تقرعه على ان لا يكون مؤمنا، تقرعه على ان لا يكون مسلما. وانما حين يرى خصمك اي العدو بتاعك انك قد جرت ولم تذهب الى الحق، يقول شوف يا اخو ده احنا دين احسن منه، يبقى شجعته على ان يكون كافر ولا لا؟ شجعته على ان يكون عاصي ولا لا؟ لكن حين يرى انك وقفت موقفا يرضي الله مع انه عدوك، يدلك يستدل من ذلك على ان ما آمن على ان الشيء الذي امنت به هو الحق، وانك قد جربت الحق حتى في اعدائك. يبقى اذا يقرعه ولا ما يقرعه شيء، وقد يلفته الى ان ايه؟ الى ان يقول اعدلوا هو أقرب للتقوى. أقرب إلى التقوى بتاعتك ولا أقرب إلى التقوى لعله يرتدع من تعصبك للحق وإن كان عدوا لك، فإيه؟ فيعاود نفسه ويقول والله ده منهج كويس كده اللي تغلب على إيه؟ على البغض كده وحكم لي مع أني عدوه. ولذلك قصة سيدنا إبراهيم لما جاء واحد يسأله ليلا فسأله عن دينه فوجدوا زمي، أم يعني لوى نفسه عنه، الرجل مشي، فأنزل الله سبحانه وتعالى على إبراهيم بالوحي، قال أنا قبلت كافرا بي ومع ذلك ما قبضت يد نعمتي عنه، وانت عايز عشان ضيافة ليلة ولا تأكلوا لقمة يعني يغير دينه علشان الحكاية دي؟ فرجع سيدنا إبراهيم يجري وجاب الرجل، قال له قال ايه اللي ما الذي حدث؟ انت انا جيت لك فانهرتني. قال له ان ربي قال لي ذلك. فماذا قال الرجل؟ شوفوا بقى هو اقربه للتقوى اهي. فما قال نعم الرب اله يعاتب احبابه في اعدائه. اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. شوف عمل، يبقى اقرب للتقوى ولا لا؟ فكأن المعنى النفسي الذي يصيب خصمك أو من يبغضك أو بينك وبينه شنآن حين يراك آثرت الحق على بغضك له، ده يعمل فيه إيه؟ يلويه إلى جهتك، قول يا سلام أكن هو لما أسلم ماشي مع الحق، لما ما دام قال على عدوه وادال الحق يبقى هو ماشي مع الحق، يبقى يلفت نظره وأقرب إلى التقوى. يبقى أقرب إلى التقوى، اوعى تاخدها بس لناحية مين؟ ناحية من شهد بالقسط، ده برضو أقرب للتقوى، ده يعني أقرب التقوى لمين؟ للمقابل. واتقوا الله
والذي يرجح ذلك بقى كلمة واتقوا الله ثانية. واتقوا الايه؟ واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. فإياك برضو أن تصنع ذلك لشهوة أن يقال أنه رجل وأنه حكم على نفسه وأنه لا، برضو اعملها لمين؟ وإن كان موقف هاي يستحق منك الفخر والموقف الكويس، إنما اوعى تعمله لنفسك، لأن في كثير من الناس يحكمون بالظلم ليشتهروا بين الناس بالعدل. يعني افرض ان عرض عليك قضية لابن جارك وابنك، الشجاعة الأولانية أن تحكم لمين؟ لابن جارك، على ابنك، كلام صح ده كويس. إنما الشجاعة اللي أن أحبقه اللي أقوى أن يكون الحق لابنك، وتحكم بالعدل وتقول والله الحق، مش تحكم للولد ابن الجار عشان يقولوا يا سلام ده الرجل حكم على ابن الجار ضد ابنه. يبقى لازم فيه ناحية تانية تراقبها، يبقى الحق أعز عليك من هذه ومن نفسك. يبقى الحق في الأولى أعز عليك من ابنك حين حكمت لابن الجار، وحين حكمت لابنك يبقى الحق أعز عليك. نعم. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإياكم أن تعملوا أعمال ظاهرها تقى وباطنها رياء. بما تعملون، احنا قلنا زمان ان كل جارحة من الجوارح لها مجال عمل، مجال عمل. اللسان يقول والاذن تسمع والجوارح تكسب، نعم، والانف تشم. يبقى فيه قول هو عمل مين؟ اللسان. وفعل هو عمل بقية الجوارح غير اللسان. يبقى المقابل للقول ايه؟ الفعل. القول واخد اللسان، والفعل واخد بقية الجوارح كلها على الأول، ويجمع جميعا العمل. يبقى العمل اما ان يكون قول واما ان يكون ايه؟ فعل. لما تقولون ما لا ايه؟ يبقى القول قبله ايه؟ الفعل. القول مجال اللسان، والفعل مجال بقية الجوارح، والاثنين يجمعهم انهم عمل. اوعى تقول القول والعمل، القول وايه؟ والفعل، والاثنين عمل. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. كلمة وعد برضو بتيجي وكلمة أوعد. وعد إذا جردت عن الموعود به تبقى وعد للخير وأوعد للشر، ما دام تكون ما فيهاش الموعود به. إنما لو فيه يبقى الاثنين يصلحوا لمين؟ تبقى لما تقول وعدته بالخير صح، وعدته بالشر صح، ما دام تجيب المتعلق خلاص. لكن إذا ما جبتش المتعلق يبقى وعد تستعمله في الخير وأوعد تستعمله في الشر. وإني إذا أوعدته، ما قالش بإيه، أوعدته قال بإيه، يبقى ما ذكروش. أم قال لك إيه؟ لمنجز إيعاء ومخلف إيه؟ موعدي. خلاص؟ يبقى إذن أنت لما يجي أوعد ووعد الاثنين ما ذكرش لهم متعلق، يبقى يصح أنها تيجي إيه؟ في الخير والشر. وإذا ذكر المتعلق يبقى خلاص. وعد الله، وعد الله. الوعد ده ما الذي يطعن في الوفاء بالوعد؟ اللي يخلي واحد يوعد وعده وبعدين ما يقدرش يوفيه، أنه من الأغيار. ليه؟ لأنك تعد بشيء ويمكن لما يجي معاده ما عندكش، مالكش قدرة، قلبك يتغير. إنما ساعة يكون الله هو الذي وعد، والله لا تداخله الأغيار، يبقى وعد يعني وعد، انتهت المسألة. ولا فيش قوة تانية تحول دون إنفاذ وعده. إنما قد يجوز وعد من البشر وتيجي قوة تعمل إيه؟
لكن الحق سبحانه وتعالى مش أغيار ولا فيش قوة تانية. إيه؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعدهم إيه؟ أم قال لك لهم مغفرة. أدي واحدة. الله كأنه يكون لكل عباده، مش بس الصالحين الورعين اللي مش عارف إيه، حتى اللي نفسهم زينت لهم شيء وعملوا لهم مغفرة. والغفران مقدم هنا على الله، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. درء المفسدة مقدم على إيه؟ جلب المصلحة. أنت مثلا قاعد أهو وفي واحد جاي من الناحية دي يناولك تفاحة، هتمد إيدك تاخدها. في ساعة ما جه يناولك تفاحة التفت لقيت واحد تاني جاي يضربك ألم، أي اتجاهات سلوكك تغلب؟ وإيدك دي إن كانت الله. يبقى درء المفسدة مقدم على إيه؟ على جلب المصلحة. تدرء مفسدة الأول، يبقى لهم مغفرة. يعني إيه؟ اللي هيجيب لهم النار ده، لأن الذنوب نغفرها. أدي أول مرحلة. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى يعني يدينا في القرآن أشياء تفيدنا. يقول إيه؟ فمن زحزح عن النار، الأول ابعدني عن النار وبعدين أدخل الجنة فقد فاز. يبقى الفوز نصره إيه؟ أن يمنع عنه مفسدة وأن يجلب إليه منفعة. ده اللي اسمه إيه؟ اللي اسمه الفوز. فالأول يقول لهم إيه؟ مغفرة. والإنسان منا ساعة تأتي له الخواطر في الآمال، والخواطر في شيء عمله وخايف لينكشف فيه، يبقى عنده آمال يطمح إليها وعنده أشياء خايف منها. شغل ذهنه بأيهما أولى؟ باللي يخاف منه. ليه؟ لأن اللي يخاف جاي هيعمل إيه؟ مفسدة. إنما تحقيق الأمل حيدي مصلحة. يقول له درء المفسدة مقدم على إيه؟ على جلب الإيه؟ المصلحة. لهم مغفرة وأجر إيه؟ وأجر عظيم. ليه؟ لأن كل أجر على عمل يأخذ عمره، العمر بتاع الأجر ده يأخذ بقدر حيزه الزمني فيه. فأجري على عملي في الدنيا هيذهب ولا ما يذهبش؟ لأنني نفسي هذهب، مش كده؟ لكن الأجر بقى اللي يجي في الآخرة ده أجر لا يسيبني ولا سيبه، إنما أجر في الدنيا أنا سيبه يا هو إيه؟ يا هو يسيبني. يبقى يوصف بالعظيم ولا لا؟ أدي الأجر هو لا يسيبني ولا سيبه. وحينما يتكلم الحق سبحانه عن معنى من المعاني يتعلق بالإيمان والعمل الصالح، النفس تبقى مستعدة للمقابل. النفس تبقى مستعدة لإيه؟ للمقابل. علشان يبقى عندي تأميل في الخير وعندي ترهيب من مين؟ من الشر. فلما قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. شوف كلمة أصحاب الجحيم بقى، شوف الصحبة اللي تنيس. الصحبة دي صحبة الواحد يبرأ منها ولا لا؟ والصحبة الملازمة، لأن الصحبة دي تدل على الإيه؟ على التلازم. وما دام أصحاب الجحيم يعني تملي إيه؟ مقرون ببعض ومش هيسيبوا بعض، بل إن الجحيم نفسه في اشتياق، في اشتياق له. يبقى الجحيم دي هتعمل عمليتين اتنين، الصحبة بتاعت أصحاب الجحيم للجحيم يمكن بده يتملمس منها هو، إنما هي عاملة في إيه؟ مكلبشة، مش ممكن. ولذلك هي اللي تشتاق، يقولها امتلأتي تقول إيه؟ هل من مزيد؟ هات. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، برضو جاب برضو اذكروا
وقلنا الذكر هو استحضار الايه الشيء، فكان الشيء طب ده الذكر ده يبقى فيه طرأ نسيان، طرأ ايه نسيان. أم قال لك ما هي الغفلة بتطرأ على الإنسان، فربنا برضو سامح لنا بإننا إيه نغفل شوية، إنما ما تخليهاش طوالي، اذكروا نعمة الله إيه عليكم. ولذلك بعض الناس أهل الشطح أو أهل المعرفة أو يوم يعني يتلاعب بمواجيده النفسية، يوم يقول لك مثلا الله يعلم أني لست أذكر. طب بالله لو سمعت البيت ده تعمل ايه؟ تشتمه ولا ما تشتموش؟ ها؟ لكن هو يجي يحللها لك بقى التحليل العرفاني، يقول لك اذ كيف اذكره اذ لست انساه. فلما يجيب الثاني انت ايه قلبك ارتاح منه، لما يقول الله يعلم اني لست اذكره تقول اعوذ بالله، مش كده؟ وبعدين يقول لك اذ كيف اذكره اذ لست انساه، يبقى منتهى الايه منتهى. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. وقلنا برضو قال ما قالش نعم، ما قالش إيه نعم. طيب ليه ما قالش نعم؟ لأن كل نعمة حتى على انفرادها تستحق أن تذكر الله. يعني النعمة كل نعمة مفردة في ضخامة معطاها تستحق منك أن تذكر الله عليها. أو أن نعمة الله النعمة المضاف إلى الله كل فيضه على خلقه. النعمة إن هو ربنا، أدي أحسن نعمة. النعمة الكبيرة إن هو إيه ربنا. نعم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. الله، ما دام جاب إذ يبقى المراد نعمة بخصوصها. إذ يعني حين، اذكروا نعمة الله عليكم في الوقت ده، هو يبقى ما دام جاب زمن النعم دي كملهاش ايه النعم الاخرى ملهاش زمن مستمرة، لكن ما دام قال اذكروا نعمة الله عليكم إذ يبقى لها زمن، يبقى لازم نعمة مخصوصة ولا لا؟ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. فيه قبض يده وفيه بسطها، فيه بسط ممدوح وهو أن تكون مبسوطة بالنعمة. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، شوف بقى، طب أيديهم يمكن بالخير يمكن بالمال، فكف أيديهم عنه. الله، يبقى كف الأيدي هو النعمة، يبقى لازم كانوا هيمدوها بالسوق. الاهو امشوا ويا بقى كده، اذكروا نعمة الله عليكم اذ هم قوم، يعني نعمة الله عليكم في الوقت الذي هم فيه قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. لو وقفنا كده يقول لك ممكن هيبسطوها بعطاء، يبقى هم جاب ربنا جاب نعمة من اسباب. قال لك لا، فكف ايديهم، يبقى ما دام كف ايديهم عنكم يبقى كانه وعدها نعمه، فكان الكف كان المراد به ايه؟ كانوا هيمدوها بايه؟ كان يمدوها بشر. اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم. لو اننا وقفنا عند دي يبقى ده النعمه في ان الله جعل من اسباب خلقه معبرا للنعم علينا، مش كده؟ لكن اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم، يبقى ما دام النعمة في كف الأيدي بتاع القوم يبقى أولا القوم خصوصا وبسطوها بالإيذاء، عايزين يبسطوها بالإيه؟ بالإيذاء. خدناها منين؟ من قوله فكف أيديهم عنكم، ومن قوله اذكروا نعمة الله. فكأن النعمة التي يتحدث الله بها هي نعمة كف الأيدي عنكم، وما دام هي نعمة يبقى كانوا سيبسطونها بإيه؟ بأذن. ويكنون عن 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 بزاءة اللسان، بسط إلي بسط لسانه يعني بالذم فيه، وبسط يده بإيذائي بإيه؟ بإيذائي. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم، نعم إليكم، وكف أيديهم عنكم. هنا ضمير مين؟
طب القوم جمع، طب الحكاية دي لمين؟ للمؤمنين ولا لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لك الله، هم المؤمنين شيء وحضرة النبي شيء. طب إذا هم قوم أن يبسطوا يدهم إلى رسول الله، ألا يكون ذلك بسط يدهم إلى المؤمنين برسول الله؟ هم حصل خلاف؟ ما حصلش يا خاف، ما حصلش انفصال بين رسول الله وبين مين؟ فكل شيء يصيب رسول الله يبقى إيه؟ يصيب المؤمنين، يبقى يصيب المؤمنين. نعم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. إيه تبقى لازم لها وقع، ما دام قال إذ يبقى لها إيه؟ وقعت حال في زمن إيه؟ في زمن مخصوص. أيعني الحق سبحانه وتعالى حادثة بني النضير؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين بني النضير معاهدة، المعاهدة دي إنهم ما يعونيش عليهم خصومهم، وأن إذا حصل قتل من جهتنا يعاونونا في الدية. فواحد أرسله رسول الله في سرية فقتل اثنين من الإيه؟ من المعاهدين وأخطأ، فطالبوا بدية القتيلين. النبي ما كانش عنده ما يعطي دية، بنص المعاهدة إنهم إيه؟ يساعدوه في الدية. فذهب إلى بني النضير علشان يساعدوه في دية مين؟ في دية القتيلين. طيب فقالوا له مرحبا، اتفضل نطعمك ونسقيك وبعدين نديك اللي انت عايزه. وبعدين سلطوا واحد يرمي فلما سلطوا الرجل، قبل الرجل ما يطلع ويتمكن بقى من السطح، كان الله قد أخبر رسوله فقام منصرفا، ولا انتظر لا طعام ولا شراب ولا ايه. إذ هم قوم أن يبسطوا بقى مجرد الهم فكف أيديهم يعني عن الفعل، يبقى الهم إيه؟ الهم موجود. هم قوم مش كده؟ أن يبسطوا إليكم أيديهم بمجرد الهم، الله سبحانه وتعالى أخطأ إيه؟ أخبر رسوله. فالرسول قبل هم بقى ما يتمكنوا من الحكاية ويطلع ويمسك الحجر ويرميه على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام كان أخبره الخبر. فلما يقوم قبل هم ما يتمكنوا من الفعل، بالله ما يستعجبوش هم دولي حاجة من دي، يعني يقول لك ده أخبره يا الرجل ده ملهم، لأنه هو لو انتظر كان إيه؟ إذ هم قوم أن يبقى. ما هو الهم إذن؟ الهم هو حديث نفسي، حديث مين؟ حديث النفس. طيب يبرز إلى سلوك، يبرز إلى سلوك. هم همهم إنما إيه؟ ما حصلش نزوع سلوكي على الأول. يبقى إذن الهم هو حديث الإيه؟ فإن أخرجت الهم وهو حديث النفس إلى أول خطى النزوع يبقى ده قصد بقى، يبقى ده اسمه إيه؟ قصد. يبقى ده اسمه قصد. والهم الشيء الذي يغلب على فكرك في نفسك بغم، زي ما زي الكلمة العامية بتاعنا نقول والله أنا في هم، أنا في إيه؟ هم. ويمكن يوضحها شوية يقول لك أنا في هم وغم، مش كده يقول؟ يبقى إذا ما هو الهم؟ الهم حديث النفس، والهم الأمر الذي لا يبارح النفس حديثا فيه لأنه أمر إيه؟ يغم. وبرضه قلنا درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ الشيء اللي النفس تقعد تحدثني بيه اللي يجيب له شر، يخاف منه، تملي نفسه إيه؟ ولذلك الهم ده العدو اللي ما بتقدرش إيه؟ ما تقدرش، لأنه يتسرب إلى إيه؟ يتسرب إلى قلبك، يتسلل. إنما أي عدو مادة ظاهر ممكن إيه؟ ممكن تدفعه. ولذلك إحنا كنا حكينا لكم حكاية زمان إن سيدنا الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كان مشهور عند القوم بقى بإنه مفتي، مفتي يعني يستفتى في الشيء فيجيبه عنه، لدرجة إن سيدنا عمر نفسه يقول قضية ولا أبا حسن لها، يعني قضية معضلة وما فيش أبو حسن يفكها لها خلاص. وكان يستعيذ من أنه يوجد في حتة ما فيهاش إيه؟ علي، لأن علي كان بيطلع من مآزق كتير بالفتية بتاعته. فالإمام علي مشهور بأنه بيفتي كويس، فالناس
عرفوا عنه هذا فقالوا يا سيدي بيجيب الكلام ده منين؟ ما يلا نعمل له لغز ونتفق كلنا، دي احنا اهل فكره اهو، ونجيب له قضيه كده ملخبطه نشوفه هيخرج منها ازاي. فقعدوا قالوا الكون ده واسع. ايوه يا سيدي واسع، وفي حاجات كتير قوي، وفي حاجات اقوى من حاجات، حاجات تتسلط على حاجات. قال ايوه، طب ما نتفق كده على اقوى الحاجات دي، خلق الله كتير اهو. فواحد بص كده قام قال لك يا اخي ما الجبل اهو كل الدنيا بتزول وهو قاعد، يبقى الجبال. قام واحد قال يا اخي لكن احنا بنروح نقطع منه بحته حديده ونكسر منه الجبال نقطع الحجر بالحديده ونكسر منه ونصلحها برضه في اقوى من الجبل. هم لسه عمالين بيسلسلوا بقى الحكايه دي وعايزين يوصلوا، قال له مين؟ سيدنا علي. ماشي. فقالوا له يا ابا الحسن، قال ما اشد خلق الله، ما اشد جنود الله. فسيدنا الامام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه كانه بيقرا من كتاب ومساله متحضره عنده، محضره بدليل انه عارف الجنود اقوى جنود الله ايه، وعارف اللي اقوى من الاقوى ويرتبهم، وبدليل انه حصر عددهم مما يدل على ان ذهنه اشتغل بها. كان يقدر يقول لك ده كذا لكن كذا فوقه ويقعد يعد من غير ما يحصر العدد اولا، لا هو بسط اليه كده وقال اشد جنود الله عشره وحصرهم، يبقى دليل على انه حصرهم وبعدين هيفصلهم بعدين، دليل على انه ايه؟ مذكرهم دول. لو افهمه، لو ان هو قال اشد جنود الله كذا ثم تبين له ان واحد اشد وقال لك وفق كذا، يبقى عمال بيسلسل وخلاص، انما يقول لك عشرة دي مساله مدروسه بقى، اشد جنود الله ايه؟ عشرة. وبسط ايده كده الجبال الرواسي. هم قالوا كده ولا لا؟ لان اول ما يلفت البدوي واللي قاعد في الجزيره ايه ان الجبل ثابت خلاص، اشد جنود الله عشرة الجبال الرواسي، والحديد يقطع الجبال، يبقى اشد ولا مش اشد؟ والنار تذيب الحديد، والماء يطفئ النار، خلاص، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الماء، والريح يقطع السحاب، وابن آدم يغلب الريح، يستتر بالثوب أو الشيء ويمضي لحاجته، والسكر يغلب ابن آدم، مهما كان قوي يسكر يترنح ويقع على الأرض مش كده؟ والسكر يغلب ابن آدم، خلاص؟ والنوم يغلب السكر، والهم يغلب النوم، فأشد جنود الله الهم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.